الفترة الأخيرة ابتدينا نشوف فيها تناول لفكرة الذكاء الاصطناعي في أعمال كتير، إذا كان في الألعاب أو حتى في الإنتاج السينمائي، وده لأننا أوريدي عايشين في عالم الذكاء الاصطناعي ابتدى يتحكم فيه، من أول إحصائيات اليوتيوب لاقتراحات الفيسبوك ولحد أنظمة الإعلام بتاع جوجل. وده بيتحكم في حاجات كتير، من أول روتينك اليومي وانت بتصحى تبص على الموبايل بتاعك وبتبص على إيه بالتحديد، ولحد سياسة الشركات الكبيرة دي والناس اللي شغالين فيها. للأسف معظم الأعمال الحديثة دي ما قدرتش تستوعب الصراع ده بشكل سليم، وبالتالي التناول بتاعها كان كرتوني لأبعد الحدود. آخر وأهم صور التناول ده كانت لعبة ديترويت بيكام هيومن، واللي لو اتفرجت على المراجعة بتاعتي للعبة دي هتفهم قد إيه أنا مش مقتنع بالصراع الموجود فيها أساسا، مش بس بقول على قصة ضعيفة. لو ما اتفرجش على المراجعة خلينا اشرح لك وجهة نظري تاني وبسرعة. ديترويت بتحكي قصة الروبوتات اللي بتقوم بدور الخدمين في المستقبل، واللي الذكاء الاصطناعي بتاعهم بيبتدي يخرج عن السيطرة وبيقدروا يدركوا الوجود بتاعهم ويحاولوا يطالبوا بحقوقهم من الحكومة. في اكتر من خلل في القصة دي، لكن اللي انا ركزت عليه في المراجعة كان ان الاختيار بين حياة البشر وحقوق الروبوتات مش محتاج لنقاش طويل او بيمثل اي صراع مهم، لان اجابة السؤال واضحة جدا، المفروض ان الالات ما يبقاش ليها اي تفضيل او حقوق قدام احتياجات البشر. الروبوتات اللي فيها ذكاء صناعي ولو انها تبدو تصرفاتها كتصرفات البشر الا انهم زي الموبايل بتاعك، هتبقى متضايق انه اتكسر ولكن مش هتفكر تديله مرتب علشان يبعت الايميلات بتاعتك. اللي انا اكتشفته بعد كده ان السؤال اتفه من كده بكتير، وسؤال اتهرس في اعمال كتير قبل كده زي بنسنتيليال مان، فيلم اي اي، وفيلم بليد رانر. ولو انها كلها اعمال قوية، الا ان الحقيقة اني اكتشفت كمان انها بتسأل السؤال الغلط خالص. السؤال مش المفروض يكون ان هل احنا هندي الذكاء الاصطناعي حقوق، ولكن العكس تماما، هل الذكاء الاصطناعي هيدينا الحقوق بتاعتنا ولا لا؟ من يومين اتفرجت على فيلم جامد جدا اسمه Upgrade. الفيلم كان بيتكلم عن تجربة دمج بين الذكاء الاصطناعي وشخص حقيقي، الاتنين في جسم واحد، واللي بيدي الشخص اللي جواه الذكاء الاصطناعي مهارات تقنية فائقة. والفيلم طول الوقت بيبين قد ايه الذكاء الاصطناعي افضل مننا في كل حاجة، مش بس في الحركة وانما في التفكير كمان، واللي كانت حاجة بيتميز بيها البشر عن باقي الكائنات، ولكن واضح اننا عملنا حاجة اقوى مننا بكتير في الحتة دي. الذكاء الاصطناعي طول عمره شيء من الخيال العلمي، والفيلم ده خيالي بشكل كبير، الواقعية اللي فيه حتى مش في أحداث القصة ولكن في اللي بيدور في خلفية الأحداث. البطل في القصة هنا مشلول وبيعتمد على الذكاء الاصطناعي بتاعه في الحركة، حاجة طبية ان احنا قدامنا سنين علشان نقدر نستخدمها بسبب تعقيد الجهاز العصبي، ولكن تعبير مجازي ممتاز جدا بان حياتنا بتقف من غير الذكاء الاصطناعي اللي موجود في جوجل، فيسبوك او يوتيوب. البطل رغم انه بيقدر يفكر الا انه طول الوقت بيسأل الذكاء الاصطناعي على اللي المفروض يعمله في الموقف اللي هو فيه، برضو تصوير مجازي لوضع التفوق بتاع الانظمة الحديثة على التفكير البشري الاعتيادي، صورة بتبين اننا لم نعد اقوى كائن على كوكب الارض. الجزء الجاي هشرح فيه حاجة ليها علاقة بنهاية الفيلم، لكن انصح الناس اللي ما اتفرجتش عليه انها تشوفه قبل ما احرق النهاية، لانه مش بس فيلم قصته حلوة ولكن متفوق في التمثيل والاخراج كمان. فقدامكم 3 ثواني تقفلوا الفيديو لو مش عايزين حرق. 3 2 1. اوكي يلا بينا. نهاية الفيلم ده من اقوى النهايات اللي شفتها في حياتي، وده لان اللي بيحصل فيها عكس المتوقع تماما. البطل بينهزم قدام الذكاء الاصطناعي زي فيلم اكس ماكينة، بس البطل هنا بيتهزم بشكل مخيف اكتر، فيها الارادة بتاعته بيتم السيطرة عليها تماما، والاي اي بيفرض عليه يعيش في واقع افتراضي، في الوقت اللي فيه جسمه بيتحول لهوست، مجرد آلة شايلة جواها الذكاء الاصطناعي. مجرد وجهة نظر هنا مش اكتر. في فيلم اكس ماكينة الذكاء الاصطناعي بيخدع الشخص اللي قدامه، بيلعب على عواطفه وبيقتله في الاخر، نهاية قوية جدا مفيش نقاش. لكن في رأيي النهاية بتاعت ابجريد اقوى بكتير، لان المشكلة مش ان الذكاء الاصطناعي يقدر يخدعنا او يلعب بمشاعرنا بس، وانما الذكاء الاصطناعي هيتفوق علينا في كل نواحي الحياة وهيبقى السوبيريور ريس الحقيقي. وبقول هنا هيبقى رغم انه زي ما قلت برضو اوريدي بيتحكم في حاجات كتير في حياتنا، وقريب جدا هنبقى في عالم ارادتنا فيه لا تساوي شيء قدام الذكاء الاصطناعي. بس كده، اتمنى تتفرجوا على الفيلم وتقولوا لي رايكم في الكلام ده لو اتفرجتم عليه فعلا. لو انت جديد هنا يا ريت تعمل سبسكرايب، احنا قناه بتتكلم عن الالعاب واحيانا بنتكلم عن الخيال العلمي زي الحلقه دي. لو انت اوريدي من المشاهدين بتوعنا يا ريت تدوس على الجرس اللي جنب السبسكرايب علشان اليوتيوب يبعت لك لما ننزل حلقه جديده، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك. شكرا للمتابعه، والمزيد عن عالم الالعاب خليك معانا على جيم دوزر.